مرحبا. واضح. انا ذكرى العلي، عمري 30 سنه، من سوريا، كنت ادرس فيزياء. بعد ما وصلت على دمشق حاولت كفي دراستي بجامعة دمشق، بس صدمت بكتير معوقات، فحاولت لاقي مجال تاني كفي فيه حياتي. وكوني أنا عندي يعني حب طفولي للرسم، لقيت الرسم ممكن يكون هو بداية جديدة لإلي. زرت كنائس كتير بدمشق، ورحت طلعت على الأيقونات اللي فيها، يعني وقت اللي كنت شوف الأيقونات هيك بحسها شي بيخصني لإلي، فدخلت بفن الأيقونة البيزنطية من خلال دورات تدريبية أقيمت بخان الزجاج بدمشق. لأنا كفتاة مسلمة أهلي بالبداية صراحة ما كتير حبوا الموضوع، يعني صاروا مثل بيقدموا لي نصيحة إنه هذا الشيء ما بيخصنا نحن، يعني بعيد عن ديننا كتير، أو ممكن حتى إنه ينافي ديننا. أنا يعني تمسكت صراحة، يعني ما ضعفت أبدا قدام هذا الحكي، وشرحت لهم وجهة نظري إنه هذا الشيء ما رح ينقص من ديني، ولا رح ينقص من إيماني، أو ممكن أنا أعتنق ديانة أخرى أو بعد عن ديني. في فكرة مغلوطة يعني منتشرة عالميا، حتى إنه الفكر المتطرف هو موجود بالإسلام بس، فأنا حبيت يعني إنه من خلال إنه هالحالة، حالة إني بنت مسلمة عم ترسم الأيقونات، إني غلط هذا الشيء. وقت اللي صرت اطلع بالمعارض، وقت اللي بينكتب عني مقالات او بطلع بالتلفزيون، يعني وقت اللي بيجينا مثلا بيجي لعنا ضيوف او هيك، انه بصيروا يفرجون انه شوفوا بنتنا، يعني بنتي بتشتغل رسامه مثلا، امي بتقول، او انا اختي بترسم ايقونات، فصاروا هيك يعني شوي بيلاقوها شيء حلو لهم كمان. هلا كوني صرت شوي معروفة بإني أرسم أيقونات، يعني صار عندي شغل، اشتغلت لكنائس، اشتغلت لمحلات، اشتغلت طلبات حتى شخصية، يعني هدايا ممكن أحياناً، فكان في مردود مادي من هذا الشغل. عندي حلم، ما بعرف إذا هو بظل هاي الظروف صعب ولا لا، حلمي إني أطلع على برا، شوف الكنائس برا، شوف شو فيها شيء دمشقي مشغول بكنائس أوروبا. حلمي كمان إني أتعلم ترميم الأيقونات.